الوغ العلماء اتفقوا على انه البيت اللي ما فيهش ادخار اه وي ما بيتش ماشي بيت ما بيتش ما بيتش بيت. والله شوفي عندنا واحد الشعار نقولوا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. هذاك شعار الفاشلين والسطحيين هذه باش نكونوا على بالنا. نصرف اليوم وغدوه يجيب ربي سي فغي يجيب ربي كل يوم ورزقه معاه، ولكن لازم ندير قسط من الادخار اللي نخليه دو كوتي. كانوا الناس بكري تشوفي العجايز تاع بكري يقول لك شحال كانت يما بخيله وجد والجده تاعي ما تجبد هذاك الدور وحتى بالسيف، وهما كانوا يعرفوا احنا ما نقولوش البخل لان البخل حاجه البخل حاجه والادخار الحرص فوالا نكونوا حريصين نجيبوا الشهريه تاعنا. اتفق العلماء اتفقوا على انه الانسان اللي باغ اكزومبل يخلص 3 ملايين نقولوا احنا نمدوا له شويه ما نمدوا له 6 لا 3 ملايين ايه شغل موين اللي يخلص عن باغ اكزومبل 3 ملايين وما في العام ما يكونش مدخر من 18 مليون حتى 36 مليون ما يكونش مدخرها في العام مخبيها يعني مخبيها مخبيها الازمات هذاك لا يعتبر انه راه مخبي دراهم ما يصرفش ولا كيف؟ ماشي ما يصرفش هذه يكون ماشي في العام الاول اللي بدا يخدم لانه 3 ملايين علاش غير 3 ملايين على 12 شهر 36 مليون زعما ليكيفالون تاع 18 مليون 36 مليون في العام تكون عنده لازم تكون عنده تكوتي تما يخدم ربع سنين عنده خمس سنين بصح عنده هذا ليكيفالون فوالا ليكيفالون تاع الشهريه تاعو من ستة اشهر الى عام هكذا فوالا تسمى كل واحد يقيس على روحه ماشي مسكين بدا يخدم هذا العام و... لا لا هذا هو العام الاول هذا ما يتحرك صح ما يقدرش يتحرك تما المعدل تاع واش يكون المدخر هو المعدل تاع الشهريه تاعو فوا ست اشهر او من ست اشهر الى عام اوكي من ست اشهر الى عام فوالا هذا هو القانون اللي يبدا يمشي به خلاص يحطوا شعار تاعو انا نبدا نمشي بهذا القانون.